السلام عليكم. اليوم عندي طريقة مهمة جدا أعرفكم عليها، اللي هي كيف تخفي صور. طبعا إحنا عندنا خصوصيات، كل واحد فينا عنده خصوصيات، عنده حاجة فوق الخصوصية، حاجة مرة ما يبغى أحد يطلع عليها، والناس كثيرة متطفلة. فكيف نخفي الصور؟ أول حاجة نخش الألبوم حق الصور، مثلا هاي الصور، أختار مثلا الصور اللي أنا أبغى أخفيها. ثلاث صور مثلا اخترتها، اضغط السهم اللي تحت في اليمين حق المشاركة، لما نضغط عليه حيطلع لنا خيارات، من ضمنها خيار اخفاء اللي ظاهر في النص. نضغط على خيار اخفاء، اخفاء ثلاث صور، خلاص الصور اختفت. طب فين راحت؟ راحت تحت في البوم مخفية، في خيار مخفية. طبعا في خيار مخفية، طبعا وهي موجودة هنا برضو باين، اللي يقدر ينزل اللي حينزل حيلاقي المخفية وحيخش عليها. طب كيف نخفيها نهائيا؟ نخش على الإعدادات، ننزل تحت 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 إلين الصور، نخش على الصور وننزل برضو تحت إلين البوم مخفية، البوم مخفية اللي هو ظاهر في النص. نقفل الخيار، لما نقفل الخيار نرجع الصور ما حنلاقي ألبوم مخفية، ألبوم مخفية خلاص اختفى. كده صورك اختفت نهائيا من الألبوم، ما في أي أحد حيقدر يتطفل عليها. ولو حابين نرجع الصور مثلا نشوفها، نرجع تاني على الصور، نضغط على الصور ألبوم مخفية نفعله، وبكذا لما نرجع الصور حنلاقي ألبوم مخفية رجع، ونقدر نخش على الصور ونشوفها وزي كده. شكرا.